يؤثر الجو العام للمنزل على صحة أطفالنا النفسية، ويلعب دوراً مهماً في بناء شخصياتهم. فالغضب الدائم أو التوتر المستمر في التعامل معهم قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها في مستقبلهم، إذ إن ما يزرع في الطفولة يتم حصاده في الشباب. أولادنا بيخافوا يحكوا معنا أنه هل هو الوقت المناسب لحتى أحكي مع البابا الموضوع الفلاني؟ هل هو الوقت المناسب لأحكي مع الماما الموضوع الفلاني؟ هو حلو يكون في هالنضج عند أولادنا أن يقولوا هلأ ليس الوقت المناسب أن أطلب أو أتكلم عن موضوع ما. نعم. لأنه الموضوع اللي بدي أحكي فيه حساس، بس مش كل شغلة وردي بدي أنا أكون حذر أنه بدي أحكي مع البابا والماما وكأني لابس قفازات كفوف بإيدي. بقى ليه؟ لأنه دغري بالبابا بعصب أو ماما بتعصب أو لا مش وقتها أو. طيب ما هيدا نحن عم ننقله، ما هيدا سلوك مكتسب بصير إذا في حدا عنده هالقلق الدائم، وما غلط يكون في عنا قلق خاصة بالأوضاع الحالية، لكن ما بدي هالحالة القلق هيدي تؤدي أن أصبح عطول إنسانا غاضبا وبالنبرة الصوتية في غضب وبالحركات الجسدية في غضب. هيدا وقت نقول انه الناس بيفتكروا انه هيدي بالجينيات تنقل من اهل الى اولادهم، لا هي تنقل بالسلوك، انه هيك شاف البابا بيتعاطى بالامور، هيك شاف ماما او شاف الماما بتتعاطى مع الامور، نعم. ساعتها هيك بيتعاطى مع زملائه المدرسه. ما بس هيك، بالنسبه لاطفالنا بيفتكروا انه هيك كل الناس بيتعاطوا مع الامور وبيتي هو نموذج. فاذا ما بيعرف انه لا صحيح، لانه هذا الشيء عم بيربوا فيه، بصير هيك حلوا مشاكلهم مع اصحابهم، وبنفس الوقت بجيب لهم عدم الشعور بالسكيورتي، بعدم الامان. ليه؟ لانه لما يعرفوا يحسوا ويشعروا انه البابا او الماما اثنيناتهم، يعني واحد او واحده او اثنيناتهم بيتعاطوا مع الامور وبلاقوا حلول للمشاكل اللي قد واجهها او هن يواجهوها، هيدا شعور بالأمان. بس لما يصير الواحد بغضب، أصلا الواحد لما يكون معصب ونرفز بيطلع قرار ما بيكون صائب، ما بيكون ناضج. لذلك الأهل لما يكونوا بيقولوا طب خليني أروق وبرجع بقلك شو نعمل، مثلا يمكن يقول هيك لزوجته، فهون بيشعر بأمان. أولاد قادرين يعرفوا يميزوا بدون ما يعطوا عناوين للأشياء، شعور بالأمان وعدم الشعور بالأمان. لما يكون في هالقلق اللي قلنا عنه طبيعي لكن يعبر عنه بالغضب يمينا ويسارا، وساعتها انه ما بيشعروا انه في ثقه بالاهل انه يتعاطوا بامور قد تتعلق في انا كمراهق او كطفل بالمدرسه، بصير خبي عنهم اشياء، ربما اشياء مشاكل او مسائل دخلها بالمدرسه او غير المدرسه، اذا امورهم ما قادرين يحلوها كيف انا بدي هلا فوتهم على حياتي؟ قد اشعر بالشفقه على اهلي انه اللي فيهم بكفيهم، بقى ما بدي اجيب بلا ازيد على همومهم، خاصه صار عمنا فوق 13 و14، ما بدي ازيد على هموم، بقى ما بشاركهم بمشاكلي يعني، وهيدا العمر هو المفروض انه نحن نوقف حده بناتنا اولادنا، انه اذا في مشكله تعال عندي. أوكي. بس خلينا نرجع للموضوع الصريخ النبره الصوتيه. طب كمان خوفا، اول شيء خوفا منك يا بابا انا لن اقدم على فعل ما بعرف شو سلوك ما، قلنا ليس احتراما وليس اقتناعا، واهم شيء الاثنين اقتناعا واحتراما، بس بدي اقتنع لحتى ما كل مره يكون في شيء شبيه لهالسلوك هيدا او لهالطلب هيدا. نعم. انا مفروض اجي واكل صرخه.